السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة. نحن اليوم على موعد مع مراجعة عامة للنحو في المنهج الثاني، وذلك استعدادا للامتحانات. القطعة الأولى: أنعم الله على مصر بموقع متميز جعلها ملتقى الحضارات، ومنح شعبها أجمل الصفات، ووهبها نيلا عظيما على ضفافه عاش شعبها حياة مسالمة يميزها الاستقرار، وكم من جهول أراد مصر بسوء فرجع مهزوما بفضل الله. رقم واحد: أعرب ما فوقه خاء. الكلمات المطلوبة إعرابها: ملتقى الصفات الاستقرار مهزوما. جعلها ملتقى، لاحظ أن جعل فعل ماضي وبينصب مفعولين، إذن جعل فعل ماضي مبني، ولها ضمير مبني في محل نصب مفعول أول، وملتقى مفعول به ثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ومنح شعبها أجمل الصفات، أجمل على وزن أفعل وبعدها كلمة معرفة بألف ولام، إذن فالصفات مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. يميزها الاستقرار، يميز فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والاستقرار فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. فرجع مهزوما، كيف رجع؟ مهزوما، إذا مهزوما حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. رقم 2: استخرج من العبارة السابقة. مطلوب: اسم فاعل لفعل غير ثلاثي، واسم مفعول واذكر فعله، اسم مكان واذكر وزنه، اسم تفضيل صيغة مبالغة واذكر وزنها. رقم 1: اسم فاعل. أين اسم الفاعل؟ ولفعل غير ثلاثي هو متميز أو مسالمة، أي منهما صحيح. اسم مفعول مهزوم وفعله هزم، لأن اسم المفعول يأتي من الفعل المبني للمجهول. اسم مكان ملتقى. اسم التفضيل الذي ورد في القطعة هو أجمل، وصيغة المبالغة جهول على وزن فعول. القطعة الثانية: ما زالت الأطماع الخارجية خطرا يهدد الأمن العربي أمام شعوب صامدة من أجل استقامة الصف العربي لمواجهة تجمع الأعداء، لأن الأمة تحتاج إلى كل نصير للحق وإلى كل يد تحمل المنجلة من أجل غد مأمول وموقع متميز بين الأمم. رقم 1: أعرب ما تحته خط. 3 كلمات مطلوب إعرابها: خطرا، الأمن، الأمم. ما زالت الأطماع الخارجية خطرا، ما زال من أخوات كان، والأطماع اسم ما زال مرفوع علامة رفع الضمة، الخارجية نعت للأطماع مرفوع، خطرا خبر ما زال منصوب وعلامة نصبه الفتحة لأنه مفرد. يهدد الأمن، يهدد فعل مضارع مرفوع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو عائد على الأطماع، والأمن مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بين الأمم، بين ظرف مكان والأمم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. رقم 2: استخرج من العبارة السابقة. 5 نقاط: النقطة الأولى: اسم فاعل لفعل غير ثلاثي، اسم مفعول واذكر فعله، اسم مكان واذكر وزنه، اسم آلة وبين وزنها، صيغة مبالغة واذكر وزنها. اسم فاعل لفعل غير ثلاثي هو متميز، اسم المفعول لم يحدد مأمول وفعله أمل، اسم مكان موقع على وزن مفعل، اسم آلة منجل على وزن مفعل، وصيغة المبالغة التي وردت فيها القطعة نصير وهي على وزن فعيل. رقم 3: أكمل النقاط بما هو مطلوب بين القوسين. 1: الخير نقط الشر. مطلوب منك اسم تفضيل مناسب. الخير أفضل من الشر، أحسنت. حمام السباحة نقط السباحين. مطلوب اسم مكان. اسم مكان أقول حمام السباحة ملتقى السباحين. عرفت العدو
لقاء صيغة مبالغة، يقول عرفت العدو مخوافا. القطعة الثالثة، العلم مقصد العقلاء وهو المصباح الذي ينير الطريق الموصل إلى النجاح، والشعلة التي تهدي الحائرين في دروب الحياة، وهو القدير على أن يعطي الشخص إرادة ترفع مكانته. والعلم أشد تأثيرا في النهوض بالأمم وفي القضاء على التخلف، فما أقبح الجهل لأنه سلاح الضعفاء الهائمين على وجوههم في صحراء الحياة المملوءة بالمتناقضات. رقم واحد، أعرف ما فوقه ما تحته خط. لدينا كلمة الحياة، إرادة تأثيرا سلاح. في دروب الحياة، في حرف جر ودروب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة، والحياة مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. على أن يعطي الشخص إرادة، إرادة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مفعول ثاني لأن الفعل أعطى ينصب مفعولين. والعلم أشد تأثيرا، تأثيرا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأنه سلاح، أن حرف ناسخ والهاء ضمير مبني في محل نصب اسمها، وسلاح خبر أن منصوب وعلامة نصبه، خبر أن مرفوع عفوا وعلامة رفعه الضم. رقم 2، استخرج من العبارة السابقة اسم فاعل لفعل ثلاثي وآخر لفعل غير ثلاثي، اسم مفعول واذكر فعله، اسم مكان واذكر وزنه، اسم آلة وبين وزنه، صيغة مبالغة واذكر وزنها، اسم تفضيل. اسم فاعل لفعل ثلاثي، الحائرين أو الهائمين، واسم الفاعل لفعل غير ثلاثي، الموصل والمتناقضات. اسم مفعول واذكر فعله، اسم المفعول هو المملوءة وفعله مرئة. أما اسم المكان فهو مقصد على وزن مفعل. اسم آلة وبين وزنه، مصباح على وزن مفعال. صيغة المبالغة، القدير على وزن فعيل. اسم التفضيل، أقبح. السؤال الثالث والأخير، في أي مادة تكشف في معجمك عن كلمة القضاء؟ أحولها إلى أقرب فعل يقضي، الماضي منها قضى، إذن أكشف عنها في باب القاف فصل الضاد فصل الياء. وبهذا نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.